راح نحكي مفصلا كمان بعد شوي، ولكن في خبر اللي يعني بمجرد ما نزل ضج بلبنان ووصل إلى خارج لبنان، هو تغريدة نزلتها الإعلامية هنادي عيسى، بتقول فيها: من اليوم أستطيع أن أؤكد أن أرقام الوفيات التي تعلن في لبنان بكورونا ليست حقيقية. لقد توفي أول أمس خالي من داء السرطان المتفشي في جسده، ولم ينقل إلى المستشفى إلا ميتا، لكن للأسف المستشفى رفض تسليم الجثة إلا بعد أن يوقع أهل المريض أنه توفي بسبب كورونا من أجل قبض 10 مليون ليرة. هنادي كان مفروض تكون معنا لتخبرنا بالتفصيل شو صار. فجأنا بعد الظهر أنه هنادي قالت ما بقى بدها تطلع لأنه اتصلوا فيها من وزارة الصحة. ما بعرف إذا هي قصدت أنه اتصلوا فيها من وزارة الصحة طلبوا منها ما تطلع بالإعلام، وزميلتنا اللي اتصلت فيها لهنادي كانت عم بتنسق معها كمان، فهمت من هنادي أنه فريق سياسي حزبي معين بلبنان ضغط على هنادي أنه ما تطلع تحكي بهالموضوع. ولكن المفاجأة كانت أنه لما تواصلنا مع وزارة الصحة كان عندهم رأي يختلف تماما عن هذا الرأي، ويبدو حسب ما فهمنا من وزارة الصحة أنه لما فتحوا تحقيق شفهي أو معلومات من هنادي تبين أنه هنادي باني معلوماتها على تحليل أو توقع ولكن ليست وقائع ملموسة مادية. لها سبب رح يكون معي الدكتور جوزيف الحلو مدير العناية الطبية بوزارة الصحة، وبعده مباشرة سيكون معي اتصال مع السيد رضا الموسوي المستشار الإعلامي لوزير الصحة. بعدين تسمح لي أعطي رأيي بعد اثنين. أكيد. دكتور حلو مسيك بالخير. مساء الخير لك ولضيفك العزيز وللمشاهدين. الله يخليك. دكتور حلو تنفوت دغري بالموضوع. نحن كان عم يوصلنا من فترة من بداية كورونا أنه عم بيفرض على بعض الوفيات أن تسجل كورونا لما لذلك من إفادة مادية للمستشفيات أو للوزارة، أو يعني قيل أنه في منظمة عالمية، ما بعرف إذا منظمة الصحة البنك الدولي، ما بعرف وقتها مين قال أنه بيدفع على كل إصابة مبلغ معين وعلى كل وفاة مبلغ معين. لهالسبب كان من مصلحتكم أنه تطلعوا عدد الإصابات دايما عالي لتقبضوا عليه وتسجلوا وفيات عادية على أساس أنها وفيات كورونا كمان لتقبضوا عليها. وإجت أو إجا هالبوست والتغريدة من الإعلامية هنادي عيسى لا يؤكد على هذه النظريات أو الإشاعات اللي كانت عم تتردد. شو حقيقة الموضوع دكتور حلو عمو المعروف؟ بدي أول شيء أتوجه بالأسف أنه لهيك معلومات وهيك عم بيسخفوا القدرات والجهود الجبارة اللي عم بيقوم فيها الطواقم الطبية والتمريضية والمستشفيات والصليب الأحمر وكل اللي عم بيتعاطوا بهالشأن المحاربة الكوفيد 19. هلأ هاي المعركة هالكلام سمعناه من 4-5 أشهر كمان قام طلع عم بيدفعوا 20 مليون ليرة على الإصابة على اللي بيتوفى بالكوفيد. يعني نحن بنتأسف كتير لهالحكي، وأنا أتحدى أي مخلوق في لبنان. صار عندنا 1409 وفيات في لبنان بإصابات اللي ما توفوا بكوفيد 19. أي شخص واحد يجي على وزارة الصحة يدلنا على مستشفى ولا على أي مصدر قبض ليرة واحدة فقط لا غير من وزارة الصحة والمنظمة العالمية، لا بس عشان المريض. دكتور حلو بس للتوضيح، بس للتوضيح، نحن ما عم بنقول انه اولياء المريض اللي عم بيقبضوا، نحن عم نحكي انتم كوزارة صحة معنيين ابدا انه انتم بتقبضوا على كل مصاب من اجل علاجه وعلى أبدا. كل وفاة كتعويض، بينما أبدا. كان أبدا. يعرض أبدا. على اهل المرضى انه يسجلون كورونا مقابل مبلغ صغير لا ياخذوا المبلغ الكبير. هيدا هي ما كان يقال. مستحيل استاذ توني، بس يفوت المريض ويصير فيه كوفيد 19 ويتاكد من البي سي ار والصور والسيتي سكان وكل التحاليل اللي بتنعمل له في شركه تي بي اي، هي من قبل البنك الدولي هي اللي بتدقق بالفواتير
بتدقق بالمرحله الاولى بترجع بتبعث لنا اياهم على وزاره الصحه لندققهم. طيب السؤال الثانيه، السؤال اللي بدهم يعرفوه الناس، هل فعلا مقابل كل وفاه في مبلغ بيندفع من منظمه الصحه العالميه مقابل مستحيل. كل اصابه ما في؟ لا ما في مخصصات؟ مستحيل ابدا 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 مستحيل. طيب شو مصلحه مستحيل. مثلا صحفيه مثل هنادي عيسى، صحفيه معروفه، انها تكتب هيك خبر عن خاله، عن خاله ما بعرف هذه بتنسأل هي زي انتوا سألتوها اليوم بس عرفت فيها، بس رحت اليوم الصبح بس عرفنا فيها. انا اتصلت بالمستشفى، المريض الله يرحمه فات على المستشفى ببشامون تخصصي ب 25 شهر مساء، وصل على المستشفى متوفي، جربوا ينعشوه ببعض الوسائل الانعاش ما قدروا، اخذوا له البي سي ار، البي سي ار نتيجته بعثوا لي اياها بعد الظهر ب 26 الشهر طلعت لو بوزيتيف، نتيجه المتوفى لو بوزيتيف، لو بوزيتيف يعني لو بوزيتيف لا تقتل. لا لا هلا بقول لك شو معنات لو بوزيتيف. بس لا انا انا الوين بدي اوصل، مش رح انا الوين بدي اوصل، انه ممكن أنا شخص مات كانسر، انا بدي اوصل يعني بالاذن دكتور حلو، بس دكتور حلو بالاذن ثاني، انا اللي قصده انه هيدا المريض هو كانسر وعمل ميتاستاز، يعني عمل انتشار وممكن يكون وضعه على اخر يعني بالمراحل الاخيره، وتوفى نتيجه الكانسر، واثناء انه عم تعملوا له البي سي ار بيان بوزيتيف، ليه بدنا نسجله كورونا؟ خليني اقول لك، منظمه الصحه العالميه لا تقدر بالاذن من الدكتور صديقنا وحبيبنا، بالمنظمه الصحه العالميه لا تعرف عبء مرض الكورونا او الكوفيد 19 بالعالم كله، قالت اي وفاه تحدث بغض النظر عن السبب الرئيسي للوفاه، عند مريض مصاب بالكورونا، عند مريض مصاب بالكورونا تسجل حاله كورونا وفاه. هلا لما بينكتب اسباب الوفاه بنحط سبب الوفاه الرئيسي، لكن تسجل بوفاه بالكورونا، ليش مهمه؟ لانه نحن بكره لما بدنا نيجي نعطي اللقاحات مثلا، انا بهمني المريض اللي عنده اورام واللي عنده سرطان اعطيه اللقاح قبل غيره لحتى احميه، حتى ما يكون سبب من اسباب الوفاه. لذلك لما بتقول لو بوزيتيف معناتها في احتمال كثير انه الرقم هو عالي، يعني رقم فوق ال 35، معناتها كان المريض مصاب بالكورونا من فتره حتى لو ما ظهرت الاعراض عليه، وقد يكون توفى. انا موافق معك من مجرد جلطه قلبيه او من 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 تطور المرض اللي عم يعاني فيه، لكن هذا لا ينفي انه منظمه الصحه العالميه مش بس بلبنان، بكل دول العالم تربط بين المصابين بالكوفيد 19 وبين الوفيات لحتى تشوف قديش عبء هذا الجائحه على العالم. موضوع اللقاح وعدم توقيع اليوم اللي عامله ازمه كثير كبيره على اساس انه كان مفروض يخلص التوقيع، رح نحكي عنه بعد شوي. دكتور حلو بعد في شيء عندك تقوله قبل ما نكون مع سيد رضا الموسوي ليخبرنا الاتصال اللي صار مع الصحفي هنادي عيسى على شو ادى؟ بس انا اذا بتريد تسمح لي بعد بدي زيد كلمه. تفضل. انه من المعيب انه نوصل لوقت، ما بدي اقول كلمه انتاجر، نوصل لوقت بهالوقت بالذات اللي عم نحارب كليتنا وصار عندنا مصابين بالطواقم الطبيه وشهداء من الطواقم الطبيه لينقال انه عم بينقبض مصاري المستشفيات ولا وزاره الصحه عم تقبض من منظمه الصحه العالميه. نحن كل شخص عم ينصاب عم نتاكد من التدقيق بشركه التامين تي بي اي ومن شركه لجان التدقيق بالوزاره، كل فحص بفحصه. حتى دكتور عبد الرحمن فيك تساله اذا البي سي ار عم بيطلع نيجاتيف وصوره السكانر عم تعطي تي بي كورونا، ما عم نسجله كورونا، رفضنا وما عم نسجله، ما عم نسجله كورونا. يعني شوف لوين الدقه، عم تطلع صورة سكانر 100% طبي كورونا والبي سي ار نيجاتيف، ما عم بيتسجل بالمستشفى كورونا، وهيدي للصراحة خلقت لها مشكلة. وين ما نحط المريض؟ نحطيناه بقسم كورونا عندنا مشكلة، ونحطيناه برات قسم كورونا عندنا مشكلة. بس انه من المعيب نوصل لوقت انه عم نتاجر بهالمرض هذا. لا مستحيل وزارة الصحة، ما معالي وزير الصحة عدة مرات استنكر هالشيء وأوضح، وأنا عدة مرات أوضحنا، وعدة مرات طلعنا من وزارة الصحة بيانات استنكرنا هالشغلات. برجع بجدد، عيب نوصل لهالمستوى هذا، بتمنى ما تتكرر، ولا حدا يجرب يضحك على حدا ويقول عم تقبض وزارة الصحة.
أنا بدي أتشكرك دكتور جوزيف الحلو مدير العناية الطبية في وزارة الصحة، وبدي أنتقل لاتصال مباشر مع السيد رضا الموسوي المستشار الإعلامي لمعالي وزير الصحة، لأنه السيد رضا هو اللي أجرى اتصال مباشر مع الصحفية هنادي عيسى واستفسر منها عن الوضع وليش كتبت ما كتبت وما حقيقة الموضوع. سيد رضا مساء الخير. يسعد مساك سيد توني ولضيفك الدكتور عبد الرحمن. شكرا. بدي منك سيد رضا باختصار، شو صار حديث بينك وبين الصحفية هنادي عيسى اللي اتهمت؟ نعم خبرك شو صار. تفضل. نحن بعد ما قرأنا امبارح التغريدة طلب مني معالي الوزير متابعة الموضوع وحتى فتح تحقيق بالموضوع. نعم. وصلت معه اليوم الصبح للصحفية هنادي عيسى لحتى استفسر منه عن بعض النقاط اللي اجت، اول شيء اسم المريض باي مستشفى، فاعطتني اياهم. كنت انا عم تابع مع الدكتور بنفس الوقت الدكتور جوزيف اللي هو كان عم يعمل التحقيق. فخلال المتابعه عم بسالها كم سؤال، وصلت لل 10 مليون اخر شيء حطيتها بالتغريده، وقبض 10 مليون ليره. قلت لها ال 10 مليون في وصل شيء كذا، قالت لي لا سمعت الناس هيك بتقول. قلت لها انت صحفيه، شو سمعتي هيك ناس بتقول؟ يعني اي خبريه بتقطع قدامك بتسبيها؟ وين مصداقيه الصحافه والاعلاميين؟ قالت لي ايه ما انا هيك سمعت. قلت لها على كل حال نحن عم نتابع الموضوع، بس هذا الموضوع تحديدا استاذ سيد توني نحن حنوقف عنده كثير. كيف أي يعني خبريه؟ كيف يعني رح توقفوا عنده خبريه دغري ببلش بحط لا ويا ريت انه حد يفرجيك دقه بيعرض عليك ارقام، بحط بالتغريده ارقام. نحن هذا الموضوع طيب بصراحه تبعناه، تبين معنا انه لوبز بدي خبرك يا الدكتور جوزيف. نعم بس انا بصراحه بدي اسالك سيد رضا انه هذا الموضوع اول شيء فعلا هو بوزيتيف، بغض النظر انا ما رح احط بالشق الطبي، رح اتركه لغيري لانه مش طبيب. خلي كل واحد باختصاصه، للأسف نحن لو بنمشي بهيدي السياسة بلبنان كل واحد باختصاصه. نعم كان بس أنا السؤال اللي بدي أسألك، هل بالفعل أنتوا طلبتوا أو تمنيتوا على هنادي ما تطلع بالإعلام وأنه ما بقى تحكي بالموضوع؟ أبدا بالعكس، أنا تابعت معي بعد الظهر رجعت دقت لي قلت لها صحيح طلع لو بوزيتيف فأنتوا مطلوب منكم تحجروا حالكم وانتبهوا لبس هيك ولا شيء تاني كليا أبدا أبدا أبدا. انا بتفاجئ منك عم بتقول لي انه طلبت منك انه نحن طلبنا هي ما قالت لا تطلع. ما قالت حرفيا هيدا الكلام، قالت انا حكيت مع وزير مع وزاره تطلع الصحه. سيد توني ايه؟ تطلع هلا وتقول نحن شو حكينا معه. نحن كل اللي حكيناه معنا انه طلع لو بوزيتيف لازم ينتبهوا ويحجروا حالهم، لانه والدتها كمان هي معها كانسر وكانت حد المريض، وقلنا لها كمان انه بس ثاني طلبنا لك وهذا طلبنا لكل الاعلاميين. طيب رجاء انا بدي اتشكر هذا الموضوع رح نرفعه لمحكمه المطبوعات كمان رح فيها بدعوى بكل من يعطي معلومه خاطئه مرقوه هالمره مرقوه لا رح نمشي نحن حنكفي هذا الموضوع معاش مقبول. كل انجازات الوزاره ومعالي الوزير اللي عم بيصير نحن اذا بتقارننا بدول العالم بدول العالم متقدمه اللي عملناه ما عمله حدا، حتى بنسبه الوفيات المنخفضه برغم اوضاعنا الاقتصاديه الصعبه. قد ايه اليوم عندنا وفيات؟ كان اليوم قد ايه عندنا وفيات؟ 14 سيد توني. اول شيء عم نضيع انجازاتنا، والشيء اللي انت بتعرف قد ايه نحن رغم الصعوبات اللي عايشينها قدرنا نعمل انجاز. الشغل الثاني رأفة بالناس ورأفة بالانسانيه، المعلومات الكاذبه اللي تضخ بس لحتى تخوف الناس وتاذي الناس ببيوتهم، عم تاذي الناس ببيوتهم، عم تعمل لهم امراض نفسيه ببيوتهم للناس رأفة بالناس. أنا بدي خبرك شغلة سيد توني، تواصل معي رئيس تحرير قناة من القنوات اللبنانية. مين؟ رح أقوله ما في مشكلة. الـ MTV. نعم. قال لي القصة هيدي بأيلول، قال لي القصة إنه في ناس عم بتقول عم تقبض مصاري. قلت له على المدعي البينة. قال لي أوكي، بعت مراسلين لاثنين دقوا له على الإذاعة. بعت مراسلين راح شاف ورجع آخر النهار. بيقول لي اكسبتها. قلت له شو يعني؟ قال لي ما في شيء كله حكي يا جماعة كله حكي. طيب. هذا اللي عم بيصير غلط كبير، عم نفتري افتراء لأجل الافتراء. سيد رضا الموسوي هي والإنسانية هي اللي عم تكلها. سيد رضا الموسوي المستشار الإعلامي لمعالي وزير الصحة، أنا بدي أحييكم على جهودكم ومن خلالك بدنا نحيي كل الفريق العمل الطبي اللي عم بيشتغل
من ضمن الوزارة ومن خارج الوزارة. شكرا لك على هذا التوضيح، ونتمنى كمان على كل الزملاء وبما فيهم نحن اللي منا معصومين عن الخطأ بأحيان كثيرة، أنه يكون في دقة بنقل هذه الأخبار، لأنه هيدي عم بيكون إلى رد فعل سلبي جدا على معنويات المواطنين. شكرا لك إذن السيد رضا الموسوي المستشار الإعلامي لمعالي وزير الصحة.